بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق شيشة ليمون في محافظة الشرقية، نعرفكم على أسعار العجول الأنية. ازيك يا معلم؟ الله يسلمك يا باشا. أكبر ما عليك. إيه ممكن تعرفنا باسم حضرتك كده الأول؟ محمد أشرف الجني من شيشة ليمون ومن رياح الشرقية. رقم تليفون حضرتك؟ 010 90 44 57 35. الصلاة على النبي. اللهم الصلاة. العمارة هنا قد ايه؟ العمارة هنا معاك من 5 أشهر لحد سنة. من 5 أشهر لحد سنة. لحد سنة. يعني العجل ده بالصنعة اللي بيعمل كام؟ ده انباع. ب12700 انباع. ب12700. بعناه. وده؟ ده ب11000. ب11000. عمره قد ايه الرخل ده؟ ده عمره 5 أشهر. طب وده؟ دي ودي مع بعض. دي والاسمر دي مع بعض. دي ودي مع بعض، اللهم صل. عاملين كام الاثنين دول؟ الاثنين دول ب27000. ب27000. اللهم صل على النبي. وده؟ دوت في سن الفتاك صغيرها. عشان برضو الأمانة. فتاك. الأمانة والمصداقية. ده عمره قد إيه بقى؟ دوت عمره قريب سنة. عامل كام ده؟ سنة. الاثنين دول؟ لا دي الواحدة. دي بكام بأمانة اللبن اللي في الفتاك ده؟ دوت ب17000. 17000. على الفتاة. ودي ب17000. دي ب17000. اللهم صل على النبي. وده؟ ده ب18300. 18000. صلي على النبي. 300. الصلاة على النبي. صلي على النبي. هذه العجولة يا مام حضراتكم هي. القناة الرابعة يالا. يا محمد. هيعورك. طب الاثنين دول؟ مش معايا. فين بيت العرض بقى؟ ايه؟ في حاجة تانية معاك؟ خلصت مش هتفضل. دمك اللي معاك بس. رقم تليفون حضرتك كم مره؟ 010 90 44 57 35. 35 ان شاء الله في الجديد باذن الله. باذن الله. اللهم صل على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.